تحية معرفية متجددة في هذه الحصة المتجددة في قناة المعرفة، القناة السابعة المعنونة تفاطر أنثروبولوجية. نتحين الفرصة اليوم لحضور باحثة تونسية مميزة في الصالون الدولي الأول للعلوم الاجتماعية الذي نظمته جامعة وهران 2 بالشراكة مع مركز الكراسك والجراس ومعهد الدراسات المغاربية على مستوى وهران. نتحين فرصة وجودها معنا لنتحدث اليوم عن بعض المسائل المتعلقة بالتاريخ والثقافة في الدراسات الاجتماعية. نتحدث اليوم مع الأستاذة التاريخ، الأستاذة المميزة في التاريخ في جامعة منوبة والباحثة المشاركة في معهد دراسات التاريخ المغارب المعاصر اليرامسي بتونس، الأستاذة الدكتورة قبر مندانا التي نرحب بها أيما ترحيب في وهران. مرحبا بك. عايشك وبك أكثر. عايشك. أول سؤال ربما نطرحه على الأستاذة الدكتورة قمر بندانا ونحن في هذه الحصة التي نتداول فيها المعرفة مع الباحثين من جهة، ولكن مع الجمهور العام ومع طلبة الجامعات الجزائرية في العلوم الاجتماعية، أول سؤال نسأله، يتعرفون عليك ولكن التعرف المعرفي، التعرف الميداني، ما هو مسارك؟ نعرفك مؤرخة ولكنك أكثر انجذابا نحو علوم اجتماعية أخرى ونحن موضوعات متعددة. نتحدث عن المسار، عن الموضوعات وعن الميادين ربما في بشكل مختصر. عام أنا مؤرخة متخصصة في التاريخ المعاصر وفي تونس بالتحديد، أما مش في تونس كمعناها بتونس كميدان، يعني ما تعرف العلوم الإنسانية المقارنة لازم منها. وزادة نجم نقول للتاريخ عندي أنا مرتبط بالاختصاصات الأخرى، خاطر نخدم على التاريخ الثقافي. ما تنجمش تخدم على التاريخ الثقافي من غير ما تهتم بالثقافة، يعني الثقافة والفنون والأدب، وتهتم زادة بالثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي، يعني الثقافة كسبل العيش وكنمط عيش وكأفكار وكذهنيات. معنى هذه هي معنى الأبعاد كلها متاع الثقافة العامة للإنسان. وثاني حاجة زادة باش تفهم مجتمع، زادة يلزمك تعرف شنو ما المكونات متاع العلوم الإنسانية الأخرى، يعني البسيكولوجيا وإلا الديموغرافيا وإلا حتى العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية، يعني حتى الاهتمام ما هوش اهتمام جذري، أما الاهتمام متاعي هو اهتمام منهجي. وزادة نحب نعرف كباحثة شنو ما جابوا الاختصاصات الأخرين من زوايا لقراءة الواقع. نعم. ومش ما هي الميادين انطلاقا؟ طبعا مسارك طويل جدا في التاريخ المعاصر لتونس، ما هي تقريبا الموضوعات التي اهتمت بها الأستاذة قمر بندانا حول الحالة التونسية أو ربما تجاوزتها؟ والله نخدم برشا على المجالات الثقافية، نخدم على السينما، نخدم زاد على الترجمة، على خاطر الترجمة يظهر لي هي أداة تواصل وأداة بحث، أما زاد هي أداة ثقافية. يعني إحنا في تونس ما تعرف تونس معروفة كانت بلاد متاع نقولوا إحنا متاع فلاحة، أما زاد متاع تجار، وكانت والتعامل بالبرشا معناها اللغات والتعدد اللغوي، يعني هي في مفرق ثنايا معناها في تاريخيا معناها فيها برشا لغات تواجدوا. نعم. تواجدوا من اللغه الليبيه، من اللغه الامازيغيه، من اللغه اللاتينيه، يعني سانت اوغستان زاد ما هو كان في كارتاج، ومن بعد جات العربيه، ومن بعد جات التركيه، يعني للاداره الحسينيه وقت اللي كانت تونس كانت عثمانيه، ومن بعد جات الفرنسيه وسبقتها الايطاليه، ومن بعد جات الفرنسيه، وبعد ولا فماك الازدواج اللي احنا نعرفوه في تونس وفي الجزائر، يعني الازدواج بين العربيه والفرنسيه اللي هو قعد محسوب 75 ولا 100 سنه، وتوا زاد فما
حالة لغوية اللي هي متعدة، يعني عندنا الإرث العربية صحيح. والفرنسية صحيح. وزاد عليهم توا الإنجليزية من غير ما ننسى الإيطالية ولو هي ضعفت، وفما الإسبانية على خطر على البحر الأبيض المتوسط اللي هي من أكبر اللغات توا. إذن عندما نعود إلى ما ذكرتي حول المسألة اللغوية، في علاقتها مسألة لغوية نعرفها على مستوى المجتمع وعلى مستوى الثقافة وكيف تتداول، لكن على مستوى الأكاديمية نحن عدنا في نقاشاتنا السابقة في ملتقياتنا السابقة وحتى ملتقانا الحالي حول الصالون العلوم الاجتماعية حول هذا الموضوع على مستوى الأكاديمية وعلى مستوى البحث وحتى على مستوى التكوين. الحالة التونسية، هل تعرفون هذه الازدواجية بشكل حدي أم هو شكل تكاملي؟ هل يمكن أن نتحدث عن ثنائيات نخبوية على مستوى تونس كما هو الحال في الجزائر؟ فما ثنائية ازدواجية لغوية مع في بالك، فما إرث تاريخي من الاستعمار وفما زاد تراكم علمي لغوي باللغة الفرنسية وباللغة العربية. يعني توا اللي باللغة العربية قاعد يكبر، الكم باللغة العربية قاعد يكبر من الاستقلال للتوا، فما وجه شبك مع الجزائر، يعني فما تعريب لوصول لسبل التعليم والبحث، فما تعريب معناها متداول توا وقاعد يتطور. أما على إرث ما نجموش زاد علميا الإرث هذاك نفرطوا فيه، الازدواجية هذه موجودة. أما أنتم اللي فما في الجزائر فما حاجة عندكم زايدة علينا هي على الأمازيغية، يعني الدراسات على الأمازيغية يمكن فيها معناها إثراء معناها للحياة اللغوية وحتى زادة من للإرث نقولوا احنا التفكيري الفكري، خاطر كل ما تزيد لغة راهو الإرث الفكري يزيد ويتعمق. هذا وجه الشبه موجود وفما الاختلاف اللي بالأمازيغية. أما الوجه الشبه الثاني أن احنا كلنا معاصرين. صحيح. يعني أنتم كيف نحن في الجامعة وفي التعليم عندنا زادة يلزمنا نحضروا الأجيال القادمة للغات اليوم اللي متداولة، نعزوا العربية. أما الإنجليزية اللي هي توا لغة العلم ولغة التداول ولغة التجارة ولغة الماركتينج ولغة يعني موجود ولو هي ماهيش وحدها، واللغات الاخرين خاطر احنا في البحر الابيض المتوسط عندنا الايطاليه اللي احنا في تونس كانت موجوده والاسبانيه واللغات الاخرين. يعني انا نعتبر اللي احنا في المغرب الكبير عندنا هالارث هذايا التاريخي ويسهل لنا باش ندخلوا زادة لمعركه التعدد اللغات اللي توا ولات معركة من معركات معناها الحياة المعاصرة. نعم. يعني احنا نجمو ندخلوا له الميدان هذايا مسلحين. صحيح. تاريخيا مسلحين. مسلحين، وهذا ثراء يمكن أن نستعمله ويمكن أن يكون بالضبط ثراء، خاطر احنا عندنا في نقولوا احنا في الانكونسيون بتاعنا اللغوي الازدواجية ولا ثلثية ما عادش كيفاش يقولوا اللغات، هذاك الكل تأهلنا باش نجموا نعرفوا الرابع لغة والخامس لغة. يعني هو يقولوها راهو في أوروبا راها يقولوا على المغاربيين كيفاش عندهم سهولة في تعلم اللغات وفي وهذاك أنا يظهر لي إرث. صحيح. جينا من تعدد اللغات اللي احنا كنا عايشين فيه منذ قرون. نعم. على ذكر ونحن نتكلم في العلاقة بين العلوم الاجتماعية والتاريخ بشكل عام والثقافة، لو تكلمينا قليلا عن التكوين التاريخي على الأقل في الجامعات التونسية وبالذات في جامعة منوبة التي قضيت فيها مدة معينة. فما زاد الشبه بين حتى هنا نحس روحي في داري كي نجي للجامعة الجزائرية، يعني تعليم التاريخ هو بيدو، خاطر احنا عندنا تاريخ مشترك طبعا وعندنا والمناهج زاده مشتركه، يعني نتقابلوا فيهم. يعني عندنا التاريخ القديم وعندنا التاريخ الوسيط وعندنا التاريخ التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر وعندنا زاده احتفظنا زاده بالازدواجيه اللغويه، يعني فما حاجات يدرسوا بالفرنسيه يعني كي يبداوا على أوروبا ولا على أمريكا ولا على
القطر الاسيوي معناها نقريو اما بالانجليزيه ولا بالفرنسيه، وكي نقريو على تونس نقريو بالعربيه ولا على المغرب. معناها في العلوم التاريخيه في تونس استحفظنا على كل ازدواجيه، ولو العربيه هي اكثر من الفرنسيه هم احتفظنا هذاك على خاطر يظهر لنا زاد هذاك قنطره للطلبه باش ينجموا كي نهار اخر يحبوا معناها يقارنوا ولا يدخلوا الميادين اخرى والا يتخصوا في بلدان اخرين، خاطر احنا ما نجموش زاد نقعدوا محصورين الا في الميدان المحلي، يعني لاثراء زاد تكوين الطلبه نتاعنا للمستقبل زاد استحفظنا على الفرنسيه واستحفظنا زاد شويه ساعات على الانجليزيه كي بدنا نحكيو على تاريخ على ذكر العلاقه ولا انجلترا. نعم شكرا. على ذكر العلاقه بين في التكوين بين مساله التاريخ السياسي والتاريخ الاجتماعي والثقافي، اذا استطعنا ان نضع انشيما يعني بشكل عام مخطط عام للموضوعات وخارطه الموضوعات التاريخيه في تونس، ما هو محل التاريخ الاجتماعي والتاريخ والثقافي مقارنه بالتاريخ السياسي؟ احنا كيفكم انتم التاريخ السياسي طاغي طبعا، اما عندنا معناها نوع من نقولوا احنا ديزيكيليبر فما موجود، اما انا معناها كي معناها في ممارستي ديما نقول لهم راي السياسه في وسط الثقافه ليس العكس. صح. يعني هكا نبدا، وانا عندي انا وهذه عندي قناعه اما نجم زاد نفسرها اللي الثقافه اللي الثقافه هي اللي تعم على 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 وسائل الاكل والا وسائل العيش ولا كيف ولا وسائل السكن والا وسائل ولا اللغه، كلهم هذوما كلهم مكونات من الثقافه والسياسه في وسطهم. يعني عندي انا السياسه هو غلاف للتعامل في الشأن اللي يهم الناس الكل. صحيح. اما دونك عندي انا السياسه في وسط الثقافه وليس العكس. نعم. وماذا بيا هذه من جمله المهام تاعنا كمدرسين اما للمستقبل زاده، لازم هذه لازم فهموها للاجيال القادمه باش نقصوا شويه من طغيان التاريخ السياسي اللي هو معناها مهم باهي مهم، اما ما تنجمش تفهم السياسه كما تنجمش تفهم الجوانب الاخرى، اما منهجيا زاد هذا يلزم يتبنى. صحيح. انا تقريبا عوده الى التكوين وعوده الى ميادين البحث، نتكلم حديثا بشكل معين عن الارشيف. نحن لدينا ممارساتنا وخطاباتنا وطريقتنا في التعامل مع الأرشيف في الجزائر على مستوى المؤسسات أو على مستوى المؤرخين أو حتى على مستوى السياسيين، الأرشيف في عمق المطلب السياسي الجزائري. كيف ترين دكتورة قمر بندانة موضوع الأرشيف في تونس؟ كيف يتعامل معه الباحثون؟ كيف تتعامل معه المؤسسات إلى آخره؟ عندنا هون عندنا فرق بين تاريخ تونس وتاريخ الجزائر. معروف اللي تاريخ الجزائر في الاستعمار كان تاريخ حاد وفيه عذاب كبير وفيه معاناة كبيرة، أما في تونس بما أنه تاريخنا في مع الاستعمار كان أقصر، احنا كنا 75 سنة استعمار بركة، وكان استعمار زادا ماهوش استعمار متاع سكن، كان استعمار متاع الإدارة، ولو هو كان استعمار معناه مستغل اما مش بنفس القسوه وبنفس الحده، وما صارت لناش حرب كيفكم انتم، معناها ما عندناش خسائر ماديه ومعنويه وانسانيه اللي عانت منهم الجزائر. يعني هذاك اللي معناها مكن زاد سياسه الارشيف اللي هو سنها الرئيس بورقيبه هو اللي اعطاه المثل وعمل شراكة، يعني كان على أساس شراكة مع الدولة الفرنسوية، أما الشراكة هذه كانت في إطار علمي، يعني هو اللي حب يأسسها أما أعطاها إطار علمي، يعني قعدت في
في الجامعه، ما خرجتش، ما عندناش وزاره تتلهى بذاك، ما عندناش، ما مشيناش، قعدنا في الاطار العلمي البحت. وهذاك اللي مكن انا نكلم فيك على هالذكريات، خاطر هما محسوب ذكريات نتاعي انا، خاطر انا من اول الباحثين القارين اللي انتدبوني باش نخدم في تونس على الارشيف المصور. يعني المفاهمه وقتها انه تونس تصرف على ارشيفها، على خاطر معناها بورقيبه عملها انا يظهر لي كيفاش يقولوا، كاعتراف بالاستقلال بتاع تونس. يعني تونس مستقله، ولهذا استرجعت ولو كان مصور بثمن، اما بالفلوس بالفلوس، يعني ثمن اللي هو ثمن ماهوش، ما هو ثمن مادي، ماهوش ثمن رمزي. اما يظهر لي رؤيه بورقيبه كانت انه يحب يشجع الـ البحث، نعم، يعني حب يغزل المستقبل. نعم، نرجع قليلا الى الثقافه ايضا. استاذه دكتوره قمر بن دانا، ايضا اشتغلت قليلا على النسويه، تاريخ النسويه في تونس، هل لك ان تقولي بعض الكلمات حول الموضوع، لانه مرتبطه ايضا بما نسميه بالتاريخ الثقافي او التاريخ الاجتماعي؟ والله في الحقيقه ما كنتش نهتم لا بتاريخ النساء ولا بالتاريخ النسوي. بارك الله تونس معبيه باحثات ومعناها ونساء، منهم في الميدان معناها في حقل المقاومه وفي حقل، يعني ثريه تونس ماك تعرف، مش معناها مش محتاجت لي ليا انا باش نجم نزيد. اما شنو اللي صار؟ صار لي بعد 2011 صاروا لي كما نقولوا احنا كل منعرجات، يعني انا مؤرخه، اما زاد ب 2011 واللي صار في 2011 ياثر في نفسك في وجدانك كانسان، اما زاد اثر فيا زاد حتى كباحثه، واثر زاد اعطاني زاد توجهات في الممارسه العلميه نتاعي جدد. من جمله هاك التوجهات الجدد اني خدمت على مع زميلاتي معناها مش وحدي على تاريخ النسويه، يعني هو اهتمام جديد، ومعناها ماهوش قديمه، ما تعرف البحث ديما يحب يجدد شويه. وليت نخدم توا مع ساعه في التدريس، يعني يظهر لي اللي يلزم زاد الطلبه والطالبات يعرفوا اللي النسويه ماهيش حاجه جات هكاك وحدها، يعني عندها تاريخ في تونس، بما ان النسويه ولا معناها الدفاع عن حقوق المراه، في الاول ساعه جابوهم رجال في تونس، يعني من جمله عبد العزيز الثعالبي والا طاهر الحداد والا بعد بورقيبه اللي هو رسخ الافكار هذه النسويه، يعني تحرير المراه ماهيش نسويه، هي لتحرير المراه ولتطوير المجتمع كانوا رجال. يعني نحب نقول اللي يلزمنا زاد نستعرفوا اللي تاريخيا هما رجال المستنيرين في الاول، هما اللي دخلوا هالافكار هذه، وبشويه بشويه بالقوانين وزاد بالتعليم، يعني بفضل التعليم وبفضل زاد مجلة الأحوال الشخصية وبفضل تطور العائلة وبفضل زاد التطور الصحي، يعني النساء في تونس كانوا عندهم زاد برشا حقوق صحية في الولادة وفي الإنجاب، يعني هذا كل تطور زاد حياة النساء في تونس. وحبيت زاد يلزم الطلبة زاد يبداوا واعيين اللي هالحالات الجدد اللي هما وصلوا لهم كانهم معناها معطى، اللي هما زاد فيهم بعد معناها بعد تاريخي، ما جاوش بين عشية وضحاها، فما أجيال. ونجموا اليوم نتكلموا اللي في تونس عندنا الجيل الثالث ولا الرابع في النسوية، في تاريخ النسوية. مهم جدا هذا الموضوع، أنا أريد أن أعود بك أيضا من خلال هذه العلاقة بين التاريخ والثقافة، أطرح سؤال حول نقاش أيضا طرح في جانب إبستيمولوجي شوي على الأقل. اليوم نتحدث عن، هناك حديث عن ما يسمى بإعادة ديكولونيزي ليستواغ، يعني إعادة تحرير الدراسات التاريخية من المعطى الاستعماري. ونتحدث اليوم، كنا نتحدث بشكل أو بآخر
ولو على الهامش عن ما نسميه اليوم بالتاريخ الناس العاديين أو تاريخ التاريخ par le bas، التاريخ من الأسفل، من الأسفل. وأنت اشتغلت بشكل أو بآخر بعد على الأقل في هذه الفترة في العشرية الماضية اشتغلت بطريقة معينة عن طلاقا من النساء، ولكن طلاقا من أيضا ناس عاديين في الحركات الاجتماعية في تونس إلى آخره. ما رأيك في هذا الرؤية، هذه الرؤية من ناحية على الأقل الإبستيمولوجية؟ أنا رأى اللي هي جاء وقتها، يعني جاء الوقت توا في العلوم الإنسانية الكل، معناها كل حد من زاويته هو، وكل حد من الميدان متاعه، وكل حد زاد بالمعطى اللي عندنا في البحث اللي عندنا في كل بلاد، على خاطر ما تنجمش زادت لازمك ديما تنطلق من البحوث اللي عندك في اللي موجوده. انا من الناس اللي الارث يلزموا يتعدى للاجيال القادمه بصفه نقديه، يعني كيفاش وهذيا عندي انا جاء هذيا اللحظه النقديه جات، يعني عندنا لحظه نقديه توا قاعدين نعيشوا فيها في تاريخ تونس وحتى في تاريخ الجزائر وفي بلدان اخرين، انه ما نحكيوش بالكافي على فئات اجتماعيه مغموره على خاطر ما كتبوش، يعني ما تلقى هما ما كتبوش هما على رواحهم، ولا ما فماش عند عليهم هما، ما فماش وثائق على كل حال ظاهره ولا اوليه، يعني كي تحكي على رئيس جمهوريه، ولا تحكي على وزير، ولا تحكي على انسان مبسوط، ولا تحكي على انسان عنده الجاه ولا عائله معروفه، الوثائق موجوده. اما ما يكفيش باش تفهم مجتمع، يلزمك تمشي لزوايا اخرى تجتهد فيهم ساعه، ما تخش الوثيقه كاين هي معطى ساعه، الوثيقه تنجم تكون دار خالية، وإلا تنجم تكون مش لازم، فهمت كيفاش تنجم تكون في البادية، تنجم معناها مش لازم تكون في الريف، يعني مش لازم، فهمت كيفاش معناها، فما نوع من المجهود ومن الاجتهاد يلزم يعمل زاد الباحث باش يعرف كيفاش يبني الموضوع نتاعو، كيفاش يبني المسار المنهجي باش يوصل للموضوع نتاعو. ونساء هما مدخل من المداخل نتاع هاللحظه هذه اللي نسميها انا النقديه، باش ان نوليو ندخلوا لمعرفه مجتمعاتنا من زوايا جدد شويه، معناها يلزمنا زادا نبدلوا شويه باش نعمقوا في المعرفه، باش ما نقعدوش ديما نعاودوا، باش ما نقعدوش ديما نعاودوا فرد حاجات. تحكي على 20 ولا 30 ولا 40 عائله، تحكي على 30 40 50 وزير، ولا فهمت، هذوما ما يكفيكش، ما تنجمش تفهم مجتمع كما تدخلوش من زوايا اخرين، من زوايا مختلفه ما شفناهمش من قبل. طبعا ما شفناهمش من قبل، صحيح. وهذا ايضا يعطي نوتخ ستاتو، مكانة أخرى، مقام آخر لشريك البحث، اللي هم الناس الذين نشتغل معهم أحيانا بلغة الإبستيمولوجيا السابقة، لغة باشلار، علينا أن نضعهم جانبا، لكن يبدو لي أنهم أيضا شركاء فيما ننجزه من معارف. أنا عندي أن هذا من باب المسؤولية، معناه من باب المسؤولية العلمية يلزمنا زاد أحنا نجدوا، نستحفظوا على الإرث، نقلوه بصفه نقديه ونجدوه باش نجموا زاده نعرفوا اكثر ما يمكن على مجتمعاتنا اللي ماهيش معروفه راهو، خاطر احنا توا علاش السياسه زاده حايره فينا، معناها حتى احنا في تونس سياستنا معناها مانيش متمكنين من المشاكل نتاع المجتمع نتاعنا، يعني احنا عندنا هذه من باب المسؤوليه ومن باب الواجب، يعني باش هذوم العلوم هذوما الكل يعرفونا بمجتمعاتنا، لعل السياسيين ينجموا زادا ينجموا يستندوا له الدراسات هذوما، ولعل زادا السياسات العموميه ينجموا يستنفعوا بهالرؤى هذوما جدد، وينجموا زادا يطوروا في الكيفيه اللي يسيروا بها البلدان، على خاطر بلداننا زادا حاجتهم معناها بتسيير فيه اكثر عمق، فيه اكثر معرفه، فيه اكثر قريين دواخر المجتمعات، يعني مش من يظهر لي مازلنا قاعدين سطحيين ياسر، والا فما حاجات اللي معناها مملوءه علينا، واحنا يلزمنا زاده نجدوا فيها وندقوا فيها المعرفه باش نكونوا عندنا زاده نصلحوا لمجتمعاتنا. صحيح. اخر سؤالين ربما حتى
حتى نحاول أن ننتقل بشكل آخر حول مسألة الثقافة، ليس كموضوع ولكن أيضا كمخرجات. أريد أن تطرح لي السؤال حول على الأقل الحالة التونسية. هناك رهان في الجزائر عندما نكون في العلوم الاجتماعية بشكل عام، الرهان هو سوق العمل والتشغيل، هذا بالنسبة للتكوين، رهان التكوين. وبالنسبة للبحث هناك رهان آخر ورهان المرئية، لا فيزيبيليتي بالنسبة، والتصنيف إلى آخره في المجلات المعترف بها إلى آخره. كيف تتصور الدكتورة قمر بندانة هذا الموضوع على الأقل في الحالة التونسية اليوم؟ هل هو الشغل نفسه؟ هل هو التحدي نفسه؟ هل هو الإشكال نفسه؟ أم هناك أشياء متغيرة؟ لا، هم هذو حاجات متقاطعة. نعم. ما نجموش احنا نكونه وما نحطوش قدام عينينا اللي يلزم زادة التكوين هذا يصلح للعمل، وما نجموش زادة نكونه. أما أنا زادة عندي الرهان الكبير هو الفهم، يعني الرهان متاع الفهم صحيح والعقل، رهان كبير ياسر. أنا الرهان متاعنا أن نكونوا مواطنين ومواطنات صالحين وصالحات، يعني عندهم خدم، عندهم أفاق، أما عندهم زادة طاقة على خلق الثروة. وخلق الثروة ينجم يكون معنوي وينجم يكون مادي، مش في خلق الثروة، فهمت؟ مش لازم واحد يبدأ يخدم ديما يخدم عن تحدي، نجم هو زادة يخلق خدمته. وانا من العباد اللي يمنوا يظهر لي انت زادة كيف على سؤال متاعك للجدل، اما انا عندي انا خلق المعرفة فيه employability، يعني كي نوليو احنا نخلق المعرفة لينا احنا وعلينا احنا بالمقارنة وبالتبادل بين البلدان المغاربية والاخرى، هذاك الكل ينجم يخلق الحركية هذيك كلها نجم تخلق ثروة. شكرا جزيلا دكتورة قمر بندانة على هذا التداول وعلى هذه المشاركة في موضوع التاريخ والثقافة، انطلاقا طبعا من تجربتك الخاصة البحثية والتكوينية، وأيضا من الحالة التونسية بشكل عام. إذن انطلاقا من هذا التداول مع الدكتورة قمر بندانة، حاولنا أن نقف ولو بشكل مختصر وسنتيتيزي بشكل عام، أن نقف عند العلاقة بين التاريخ والثقافة في الدراسات الاجتماعية بحثا وتكوينا. شاكرا لكم متابعتكم، ونأمل أن نلقاكم في حصص قادمة إن شاء الله.